تتوالى أخبار ارتفاع ضحايا فاجعة الحمدانية ومعها تتوالى ردود الأفعال على نتائج التحقيق التي ذهب طيف من أهالي نينوى إلى المطالبة بشمول جميع المسؤولين في الحمدانية عن حريق قاعة الأعراس في الأثناء صدم الشارع العراقي بعجز عروس الحمدانية عن الكلام لوفاة عشرة أشخاص من أقاربها بينهم أمها وشقيقها بالإضافة إلى حالة والدها الحرجة العريس المكلوم ريفان قال في مقابله مع شبكه سكاي نيوز البريطانيه ان الحريق بدا بطريقه ما في السقف وليس نتيجه شراره انطلقت من الالعاب الناريه واضاف انه لا يعلم ان كان السبب تماسا كهربائيا ام لا لكنه متاكد انه بدا في السقف وشعر جميع من في القاعه بحراره كبيره ريفان قال ايضا ان والده طرح اسئله حول مخاطر تسبب مثل هذه الالعاب الناريه في حدوث شرارات يمكن ان تهبط على ثوب العروس وتشتعل فيها النيران لكن اصحاب القاعه اخبروهم ان الالعاب الناريه كانت كهربائيه واكدوا انها امنه بنسبه مطلقه فاجعه قلبت اوراق التناقض لاسبابها التي لم تخمد نار ذوي الضحايا في الحمدانيه واسرارها انتهت الى رماد كما انتهت حياه من كان في القاعه